السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي أجمل تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا المشاهدين، مشاهدي تلفزيون دولة الكويت وتحديدا القنوات الرياضية، منها القنوات الرياضية، وحلقة جديدة ومتجددة تواصل فيها معكم ومن خلال برنامج استديو رياضة. هذا البرنامج الذي يسعى دائما وأبدا لنقل وعرض جميع الأحداث الرياضية على مختلف الأصعدة، محليا، خليجيا، عربيا، قاريا، وكذلك عالميا. اليوم معنا إن شاء الله العديد من الفقرات والمشاركات الرياضية، بداية مع البطل محمد أو زيد الأصليطي وكذلك والد اللاعب محمد الأصليطي، بنتكلم معهم عن لعبة الكوكيشن أو الكيوكيشن، لعبة من الألعاب القتالية في الكاراتيه. كذلك عندنا كرة قدم الصالات، كذلك بنتكلم إن شاء الله عن العديد من الفعاليات الرياضية سواء محلية، عربية، خليجية وكذلك عالمية. ولكن خلونا في البداية مشاهدينا نطلع مع هذا الفاصل القصير ونرجع نكمل محاورنا من خلال استديو رياضة. حساب الاتحاد الكويتي لكرة القدم على الانستغرام يعلن عن مباراة تجمع بين نادي الكويت الكويتي ونادي شبيبة الثورة الجزائري ضمن منافسات كأس الملك سلمان للأندية. حساب الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعلن عن قائمة منتخب الكويت الوطني الأول المشاركة في مباراتي الفلبين وطاجكستان الوديتين. تهنئ الهيئة العامة للرياضة فريق الكاتا جماعي سلمان الموسوي محمد أحمد ومحمد الموسوي بعد حصولهم على الميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي المقامة في تركيا. تهنئ الهيئة العامة للرياضة لاعبي منتخب الرماية طلال الرشيدي وسار الحوال بعد فوزهم بالميدالية الفضية في منافسات التراب مختلط ضمن بطولة كأس العالم المقامة في قطر. تقارير إعلامية إنجليزية: تشيلسي يصر على التعاقد مع لاعب وسط برشلونة فرانكي دي يونغ، واللي ظهر بمستوى مميز خلال الأسابيع الماضية مع الفريق الكتالوني. يذكر أن مانشستر يونايتد مهتم بخدمات اللاعب أيضا ومنذ الموسم الماضي. برنامج استديو رياضة، ومثل ما شفنا معكم قبل قليل السلايد الخاص بأهم المحاور أو أهم المواضيع الرياضية التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية سواء محليا، عربيا، خليجيا، عالميا. يعني من أبرزها مشاركة نادي الكويت الكويتي ممثل كرة القدم الكويتية من خلال بطولة الملك سلمان، أهم وأعرق البطولات العربية سواء من خلال مشاركة العديد من الفرق العربية في هذه البطولة أو حتى من خلال الجوائز المالية المقدمة في هذه البطولة. فبالتأكيد نتمنى كل التوفيق لنادي الكويت الكويتي ممثل الكرة الكويتية في هذه البطولة، وأن يذهب بعيدا إن شاء الله والوصول إلى نهائي هذه البطولة. كذلك شفنا معاكم من خلال سلايد برنامج استديو رياضة دي يونغ اللاعب الهولندي في صفوف نادي برشلونة الإسباني، ويعني اهتمام الكثير من الأندية خصوصا الأندية الإنجليزية، تشيلسي الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، اهتمامها بهذا اللاعب، مع أنه كان هناك عملية مد وجزر، شد وجذب ما بين إدارة نادي برشلونة واللاعب الهولندي في خروجه في الصيف الماضي. ولكن من خلال وجود اللاعب وإثباته وتقديمه الإضافة من وجهة نظر تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، ثبت قدمه في الفريق الأول لنادي برشلونة، وبالتالي بالتأكيد أصبح أحد ركائز نادي برشلونة من خلال هذا الموسم، واللي نشوفه من خلال تصدر نادي برشلونة لبطولة الليغا الإسبانية. في هذه الأثناء كذلك مشاهدينا نطلع معاكم الآن، شنو عندنا مخرجنا العزيز؟ عندنا فقرة ترند.
ولا الضيف ضيف الكريم البطل محمد السليطي، محمد السليطين. نشوف معاكم مشاهدينا، نطلع فاصل ونرجع ان شاء الله نكمل محاورنا في هذا البرنامج. تمكن اللاعب زيد محمد السليطين أن يحقق ذهبية بطولة الكيوكاشين كاراتيه والتي أقيمت في كازاخستان مؤخراً بمشاركة العديد من الدول بمختلف الأعمار، إذ حصل زيد على الميدالية الذهبية بفئة الأشبال وزن 40 كيلو بعد أن تمكن من الفوز على جميع خصومه ورفع علم الكويت وسط حضور جماهيري من قبل محبي اللعبة. ورجعنا معكم من جديد مشاهدينا، ونجدد لكم التحية والترحيب مرة أخرى من خلال برنامج استديو رياضة، هذا البرنامج الذي يسعى دائما وأبدا لتسليط الضوء والأضواء على مشاركات الأبطال رياضيا وتحقيقهم للعديد من المراكز من خلال مشاركتهم في مختلف البطولات سواء كانت محلية خليجية عربية وكذلك عالمية. وشفنا معكم من خلال الفقرة السابقة فقرة ترند، واللي كانت خاصة باللاعب زيد سليطين واللي حقق المركز الأول في بطولة الكيوكاشين كاراتيه في كازاخستان. بنتكلم مع أكثر مع البطل مع والد البطل عن أجواء البطولة عن تحقيقه للبطولة، ولكن خلوني في البداية ألف مبروك زيد وتستاهل كل خير. شو تقول بتحقيقك للمركز الأول بداية؟ حققت أنت بطولة كازاخستان؟ أي. شنو شعورك؟ كان حلو. حلو شعورك. زي خلوني كذلك أرحب بوالد البطل زيد سليطين الكابتن محمد سليطين. حياك الله كابتن. الله يحييك. سعداوي هذا التواصل معاك. وإحنا سعداوي. وبداية
ألف مبروك. الله يبارك فيكم. الله يحييك طول لي عمرك. خلنا نتكلم بداية كابتن عن اختيارك للعبة الكيوكيشن كاراتيه كونك والد اللاعب، ليش اخترت اللعبة هذه؟ اللعبة كنت أنا ألعبها وأنا صغير، نعم، وفلسفتها هي الكيوكيشن كاراتيه، يعني اللعبة معناتها الحرية المطلقة، نعم، وباختصار تحمل وقوة. حلو. فأنا شفت أنها الفائدة للعيال يعني فيها أكثر من باقي اللعبات، نعم، واقترحتها عليهم ولما دشوا تعلقوا فيها هم وحبوها. زين، كون انه هو زيد يعني هو البطل وهو المتواجد في هذه البطوله، خلينا ناخذ رايك زيد، كم لاعب باريت هناك او واجهت من خلال بطوله كازاخستان؟ خمس لاعبين كلهم اعطيتهم ضربه عاليه. نعم، من اي دول تذكرهم؟ من اي دول كانت؟ روسيا وكازاخستان. روسيا وكازاخستان الخمسه، منو اصعب مواجهه واجهتها وقدرت تتغلب عليها الحمد لله؟ الثانية. كانت ضد أي لاعب؟ لاعب كازاخستاني. كازاخستاني. طيب كابتن محمد، خلينا نتكلم بداية عن الصعوبات اللي واجهتها كولي أمر، واعتقد أن أنت كذلك بما أنك مارست لعبة كمدرب، إيش اللي واجهته من صعوبات علشان تبارك الرحمن يكون عندك بطل عالمي، إنجاز غير مسبوق على مستوى اللعبة على مستوى الدول العربية بأن يحقق المركز الأول في هذه البطولة؟ والله الصعوبات هي كثيرة، نعم، بس تحتاج عزيمة وإرادة وهمة. يعني إحنا حطينا خطة، أنا حطيت لهم جدولين وحطينا خطة وبدينا عليها من الألف للياء، واتفقت معاهم بالبداية يعني، نعم، قلت لهم أنتم مستعدين تنفذون الخطة هذه، وكانوا ما شاء الله عليهم يعني متحمسين، نعم، ومشوا على هالخطة هذه والحمد لله توفقنا من الله. الحمد لله. الصعوبات اللي واجهناها إنه بداية يعني تدري النوادي وايد ما شاء الله، صحيح، وما نبخص حق أحد، فيها الزين وفيها اللي لك عليه. هني هذه كانت صعوبة إن كان نختار يعني مدرب متميز، نعم، يعني بالبداية أدخل نادي مثلا الكيوكيشن، أنا لاعب قبل، نعم، لاعب، فتبي أحد مدرب مختص يساعدك، صحيح، أدخل نادي الكيوكيشن يلعب كرة، أنا أبي بطل ما أبي أضيع وقته، ما أبي أضيع، نعم، إيه، فقضينا مشوار طويل الحمد لله لين توفقنا. وأبي أذكر بالخير أخوي الله يجزاه خير الكابتن ضاري العنزي، نعم، والكابتن يوسف خليل الشطي، نعم، كانوا داعمين رئيسيين لزيد، يعني ما قصروا وياه. كابتن يوسف يدربه قوة ولياقة، نعم، وكابتن ضاري كان داعم له بالبطولة ويشجعه ومدربه الكيوكيشن حاليا. حلو. الله يحفظه. زيد من أي عمر هو أو الحين عمره كم؟ أو عشرة. عشر سنوات. من أي عمر أنت بلشت معه هذه الرياضة؟ أنا بلشت معه قبل لا أدخله رسميا يعني، نعم، النوادي مبلش يعني اكتشفت فيه الموهبة من عمر أربع سنين. أربع سنوات. تبارك الرحمن. قمت أغويه. إنزين، وصلت معلومة أن غير زيد عندك كذلك تبارك الرحمن طفل آخر، عبد العزيز. عبد العزيز سمي يعني بعد، وأنه مفروض يكون معانا ولكن في ظروف خاصة. عبد العزيز كان بطل مفروض أنه بطل بالبطولة، بس حاشته ظروف قهرية يعني. خلنا نتكلم عن النقطة هذه يعني. النقطة هذه مهمة والله بالنسبة لي، نعم، يعني بعد، نعم، الله يجزاك خير. نعم، تفضل. عبد العزيز تجهيزه مع أخوه من الصفر، من الألف للياء. من الألف للياء. هي أنا مسوي لهم جدولين. حلو. جدول تغوية وبرنامج غذائي وجدول تمارين، يعني كانت فترتنا للتدريب، حتى سويت لهم نادي بالبيت يعني عقب الفترة المشوار اللي خذيته وعانيت منه، نعم، بالنوادي أدخل واحد يلعب كرة، نعم، واحد يلعبهم صيدة ومصيدة، عرفت؟ كان أسوي عندنا السرداب بالبيت قلبته نادي، نعم، ومشيت وياهم خطة تدريب ثلاث فترات باليوم. عبد العزيز من الصفر ويا أخوه إلين سافرنا، احنا مجهزين حق بطوله قاره اسيا واوروبا كازاخستان. كازاخستان كانت النيه لا محاله يعني، حتى هم يبون اول العيال تبارك الرحمن. ويوم وصلنا هناك بليله البطوله، بطوله الساعه 8 نغادر الفندق، نعم، قعدني رفيج عبد العزيز الساعه 5 الفجر. حلو. كان يقول عمي عبد العزيز تعبان. قلت له ايش فيه؟ كان يقول لي حلمان، رحت ولا حرارته 41 يمكن، مسخن الولد، مسخن. دقينا على الأسعاف، يا الأسعاف خذوه، قالوا هذا ما يصير يغادر البطولة. البطولة باختصار ما شاء الله عليه أصر، أنا ليش مسافر ولازم أشارك ومن هالمنوال، خذينا له البطولة، شارك، لعب أول لعبة فاز، نعم، لعب الثانية فاز، تبارك الله، الثالثة كان يجون لجنة طبية من البطولة يعني حاولوا أن يمنعونه من المشاركة. المشاركة بس شافوا أصراره ولح عليهم إلا يبي يلعب، لعب، نعم، وقانونيا كان فايز، نعم،
بس هم ما يبون يكمل، ما يبون تحمل لانه كان تعبان حيل، تعبان جدا حيل. يعني وهو ان شاء الله يكون عندنا كذلك بطل قادم في هذا اللعبة. امين امين يعني يا عبد العزيز وهو حقه وهو موجود معنا الان، وان شاء الله يكون الخير بقبال من خلال مشاركاته القادمه. احنا نعرف كابتن محمد ان لعبه الكاراتيه لها نوعين، الكوموتيه والكاتا، ولكن الكيوكوشن لعبة حديثة على لعبة الكاراتيه بشكل عام. خلينا نتكلم عن بداية اللعبة، تاريخ اللعبة، انطلاق اللعبة، من متى كان يعني؟ هي مؤسسها الكابتن أوياما. نعم. هي مشتقة من الكاراتيه. من الكاراتيه. بس فلسفتها قلت لك قوة وتحمل الضرب. الضرب. هذه فلسفتها غير عن الكاراتيه. الكاراتيه تحتاج تاتش أكثر. نعم. الكيوكوشن فيها ضرب. نعم. ضرب واستقبل، تضرب وتستقبل الضرب. يعني باختصار الفلسفة الغوي تحمل، الغوي يفوز. نعم نعم. هذه الفلسفة. طيب زيد، كلمنا عن دعمها لك، والدك والدتك الله يحفظها، اخوانك ربعك، شلون تشوف دعمهم لك واهتمامهم لك بان تكمل في هذه الرياضة واللي حققت من خلالها المركز الاول في هذه البطولة؟ الحمد لله. شلون تشوف دعمهم لك؟ شوف شلون تشوف اهتمام ابوك لك، اهتمام امك، اخوانك، شلون تشوف اهتمامهم لك؟ وايد وايد حابه. اي قواك الله يا زيد. طيب خلينا نتكلم كابتن محمد عن البطولات اللي شارك فيها زيد غير هالبطوله هذه، وقبل الله يحقق المركز الاول او الانجاز التاريخي بالنسبه للدول العربيه من خلال هذه البطوله، وين شارك زيد؟ بالكويت عنده مشاركات وايد. كم مشاركه عندك بالكويت؟ اسئله. كم مشاركه؟ 25. ايش حققت فيهم؟ كلهم مركز الاول الحمد تبارك لله. تبارك الرحمن، تبارك الرحمن. عنده بطولات داخليه. بطولات داخليه بعد. غير انا يوم شفت موهبته يعني حتى الحين قلت له خليني اجرب اطلع برا الكيوكوشن مشاركه بطولات يعني حتى ما يلعب. دخلت لعبات ثانيه. نعم. لما يحطون اعلان بطوله شفته موهوب، قمت اشاركه بالبطولات الثانيه. يعني دخلت بطوله الكويت للشودوكان، هو ما يلعب شودوكان. نعم. وخذ الاول بالبطوله، خذ بطل الكويت. وهذا نوع اخر من الكاراتيه يعني، لعبه قتاليه ثانيه. لعبة مو لعبته. مو لعبته. اي مو لعبته. تبارك الرحمن. قمت اشارك فيه سباقات قدره وقوه وتحمل، ادخله مع الرجال. تبارك الرحمن. ويتميز يعني. تبارك الرحمن. تبارك ما شاء الله عليه، هو موهوب. طيب زيد، انت تبارك الرحمن حققت مركز اول وانجاز تاريخي بالنسبه لك وبالنسبه لي كذلك الكويت والدول العربيه في هذه البطوله. وين حاب توصل بهاللعبه؟ شنو طموحك بهاللعبه؟ ان شاء الله اصير بطل عالم. ان شاء الله ان شاء الله. اعداد الامر هذا بالنسبه للاعب تبارك الرحمن بعمر 10 سنوات اكيد بكلفك شيء كثير، يعني شنو الخطه، شنو الترتيبات اللي حاطها؟ يعني سؤالك وايد ممتاز. انا سخرت يعني يوم شفت الموهبه فيهم قسمت حياتي لنصين. عفوا. نعم. يومي قسمته لنصين. نعم. نص للعمل والنص الثاني للعمل معاهم. زيد كذي صارت يعني. نعم. انا مجرد اني انتهي من فتره دوامي هو اعداد بطل متعب جدا. قلت لك يبي له تفرق. تفرق تفرق لازم. صحيح. تتفرق تبي تعد بطل لازم تتفرق له تفرق تام. صحيح. يعني انا من مجرد اني اخلص من الدوام اظل وياهم، يعني ما شاء الله عليهم هم عندهم جمهور ترى وناس تتابعهم، اظل وياهم لين الساعه 10 ونص بالليل لين ينامون، ما افارقهم من بعد دوامي نهائيا يعني. نعم. من نادي لنادي، من نادي لنادي. فهذه بطولة العالم احنا كنا مستعدين لها. نعم. ومجهزين لها فترة 8 أشهر وتعبوا، حتى زيد يعني كافح. انا بالنسبة لي يعني. نعم. حتى كنا حاطين له خطة محكمة يعني، حتى وزنه غيرنا، وزنه برنامج غذائي معين، اعداد قوة بدنية، تحمل. شارك ويانا الكابتن ضاري العنزي فيه، كابتن يوسف الشطي. حلو. وللأسف صار الزلزال اللي بتركيا الله يكون بعونهم. نعم. ولغت بطولة العالم. احنا خلينا نطلع معك فاصل الفقرة الدينية كابتن محمد ومع البطل زيد السليطي، ونرجع ان شاء الله نكمل حوارنا فيما يخص هذه البطوله. نطلع معكم فاصل الفقره الدينيه مشاهدينا، ونرجع نكمل حوارنا مع البطل العالمي زيد السليطي، السليطين عفوا، بطل لعبه الكيوكوشن كاراتيه. الله اكبر.
ورجعنا معكم من جديد مشاهدينا من بعد الفترة الدينية، ونجدد لكم التحية والترحيب من خلال استديو برنامج استديو رياضة. هذا برنامج المهتم بجميع الأحداث الرياضية محليا خليجيا عربيا وكذلك عالميا، وما زال معي البطل العالمي زيد سليطين، بطل العالم في لعبة الكيوكيشن كاراتيه برفقة والد الكابتن محمد سليطين. كابتن، خلنا نروح معك سريعا وكلمنا عن تكريم اللجنة الأولمبية من خلال الشيخ. مشكورين. نعم، مشكورين اللجنة الأولمبية. تمت دعوتنا من قبل الشيخ فهد ناصر الصباح الله يجزاه خير. نعم. والشيخ مبارك فيصل النواف. نعم. والله يجزاهم خير، مشكورين، كرموا زيد وكافؤوا وشجعوا، كانوا يعني عثرهم كبير. نعم نعم. خلينا نتكلم معك زيد، كم لعبه لعبت غير الكيوكيشن كاراتيه؟ لعبتين. شنو هما؟ لعبه قوه وتحمل. الجوجيتسو. نعم. ليش حبيت اللعبه هذه بالذات؟ لا، الكيوكيشن هي اللي حققت فيها المركز الاول بطل، تحمل ومنافسه. نعم، فيها تحديات. منو اكثر لاعب تشوفه مثل اعلى لك بهاللعبه؟ وياما. نعم. احنا بالتاكيد مبارك لك بدايه زيد على تحقيق هذا المركز الاول، وان شاء الله نشوفك بطل عالمي وبطل اولمبي من خلال هذه الرياضه. الف مبروك مره ثانيه. يبلغك فيهم ان شاء الله كابتن محمد سليطين. الف مبروك مره ثانيه للبطل العالمي زيد سليطين على تحقيق المركز الاول والانجاز التاريخي بالنسبه للكويت والدول العربيه من خلال تحقيق المركز الاول في بطوله الكيوكيشن من خلال بطوله العالم في كازاخستان. الف مبروك مره ثانيه، وان شاء الله نشوفه بطل عالم ويبلغك فيه ان شاء الله، وكذلك بطل اولمبي. امين يا رب ان شاء الله. الف مبروك مره ثانيه. الف مبروك. الله يبارك كابتن. مستمرين معاكم مشاهدينا من خلال فقرات استديو رياضه. الان ان شاء الله بيكون معانا فقره خاصه بلوكيشن والمؤتمر الخاص باعتزال اللاعب الوطني ونادي القادسيه فهد الانصاري. نطلع معاكم في هذا التقرير الخاص وارجع مع ضيف الكريم إن شاء الله. وسط حضور إعلامي مميز وبفكرة احترافية، عقد نجم الكرة الكويتية ونادي القادسية فهد الأنصاري مؤتمرا صحفيا في قاعة المؤتمرات باستاد جابر الأحمد الدولي للإعلان عن التفاصيل الخاصة بمهرجان اعتزاله الذي سيقام برعاية رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين في 3 مايو المقبل في المباراة التي ستجمع القادسية والكويت في الدور قبل النهائي لكأس سمو أمير البلاد. مباراة راح تكون بين نادي القادسية والكويت في بطولة غالية على كل الرياضيين وعلينا شخصياً، هي بطولة كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد قبل نهائي يوم 3/5 تحت الرعاية الكريمة اللي قدمها لي صراحة سيد عبد الله الشاهين، مشكوراً، أخجلني في طيبة ويعني فعلاً هو أهلاً للكرم والطيب والجود، فشكراً للأخ والسيد عبد الله الشاهين على البادرة اللي من فور إعلان اعتزالي بادر واتصل علي وقال لي أنا جاهز لأكون راعي لهذا الحفل والمهرجان أو مباراة اعتزالك، فكل كلمات شكر صراحة لا توفيه حقه. أيضا أحب أشكر أعضاء مجلس نادي القادسية، مجلس إدارة نادي القادسية، وأيضا مجلس إدارة نادي الكويت برئاسة الأخ خالد الغانم، أيضا مشكورا اللي صراحة وافق فور تلقي هذا الخبر. وكشف الأنصاري أنه بصدد ترتيب مباراة بين ناديي القادسية واتحاد جدة السعودي تقام في جدة بالمملكة العربية السعودية. جاري التنسيق مع السيد أنمار الحايلي وأيضا نائب الرئيس عصام الكعكي، كل الشكر لهم على بادرتهم فور إعلان الاعتزال، اتصلوا علي وإحنا جاهزين لمباراة تكريم أو اعتزال، فبإذن الله قد تكون بالغريب العاجل ممكن يكون في التوقف القادم مباراة تكريم ودية بين القادسية والاتحاد، وخصصتها وتعمدت أنها تكون في جدة لعلق الرد بعض من الجميل للجماهير الاتحادية اللي
ما أنسى فضلهم ولا أنكر فضلهم بعد الله سبحانه وتعالى، لهم فضل كبير على فهد الأنصاري. فهد الأنصاري رسالتي فيه مجروحة. فهد الأنصاري يمكن من اللاعبين اللي ودك تكون مثل مسيرته. للأمانة مسيرة فهد الأنصاري مسيرة ناجحة، له تاريخه، حقق إنجازات، شرفنا خارجيا بتمثيله للاتحاد السعودي، نادي الفيصلي، نادي الوكرة. بالنسبة لفهد الأنصاري، أنا بالنسبة لي كلاعب أشوف أن تجربة فهد الأنصاري كانت ناجحة خارجيا. بالنسبة لي فهد الأنصاري أخوي طبعا، أخو دنيا، يعني أنا تشرفت أني زاملت في نادي القادسية في فترات وفي المنتخب، ويعني أخ وصديق ومن أقرب اللاعبين لي. فهد الأنصاري يستحق الكثير، يستحق يعني كل هالدعم والتأييد. تبارك الرحمن، أنا أغبطه على محبة الناس له. فهد الأنصاري اتفق الجميع على محبته. سقراط الكرة الكويتية فهد الأنصاري حقق العديد من الإنجازات مع المنتخب الوطني ونادي القادسية، وخاض تجارب احترافية في السعودية وقطر، مقدما نموذجا مشرفا للاعب الكويتي. سالم ملالة، القناة الرياضية. مشاهدينا ما زال مستمرين معاكم من خلال فقرات استديو الرياضة، وشفنا معاكم المؤتمر الخاص باعتزال لاعب نادي القادسية والمنتخب الوطني السابق فهد الأنصاري، سقراط الكرة الكويتية مثل ما ذكر زميلي العزيز. بالتأكيد يستاهل كل خير فهد الأنصاري، عطفا على ما قدمه من عطاءات ومجهود بين وواضح مع الأندية التي لعب فيها، نادي القادسية خارجيا، نادي الاتحاد السعودي، نادي الوكرة القطري، نادي الفيصلي السعودي كذلك. بالتأكيد كانت مسيرة زاخرة وناجحة على جميع المستويات التي لعب فيها فهد الأنصاري. وبالتأكيد ما يفوتني أني أشكر جميع من وقف مع فهد الأنصاري من خلال حفل اعتزاله وتكريمه، ويستاهل كل خير سقراط الكرة الكويتية فهد الأنصاري، وإن شاء الله موفق خير في حياتك القادمة. الآن إن شاء الله معنا فقرة كرة قدم الصلاة، وبيكون معي إن شاء الله محلل القناة الثالثة الرياضية الكابتن عيسى فلاح، ولكن خلونا نطلع فاصل قصير وارجع استقبل الضيف الكريم. انطلقت مساء أمس تصفيات كرة قدم الصلاة للبلاي أوف على مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي بمبارتين، الأولى جمعت بين الكويت والقادسية، والثانية بين التضامن واليرموك. في اللقاء الأول بادر الأبيض بالهجمات بحثا عن هدف لكسب الأفضلية، وبالفعل نجح لاعب الكويت عبد اللطيف العباسي من تسجيل أول هدف لينتهي الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني سجل القادسية عن طريق المحترف البرازيلي ليو هدف التعادل، ولم تمضي دقائق حتى أتى هدف جديد للكويت عن طريق المحترف الإيطالي سينغاري ليعزز بعده عبد الرحمن الطويل النتيجة بهدف لتصبح النتيجة 3. وقبل نهاية الشوط الثاني والمباراة سجل للقادسية فهد الطريجي لتنتهي المباراة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين للكويت. وفي اللقاء الثاني مع بداية المباراة بادر أبناء اليرموك بالهجمات المتكررة بحثاً عن التسجيل، لينجح النجم مساعد الأخضاري بتسجيل هدف التقدم لصالح اليرموك وسط محاولات التعديل للتضامن، ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد. ومع بداية الشوط الثاني بادر أبناء الفروانية بالهجمات لينجح هجوم التضامن بإضافة 4 أهداف عن طريق المحترف البرتغالي ديو ومحمد العجمي وعبد العزيز براشد وعبد الله سالم. قبل نهاية اللقاء سجل لليرموك عبد العزيز البسام لينتهي اللقاء ب4 أهداف مقابل هدفين.
رجعنا معكم من جديد مشاهدينا، وما زلنا مستمرين معكم من خلال فقرات برنامج السيد الرياضة، وشفنا معكم من خلال هذا التقرير الخاص بجولات كرة قدم الصالات الكويتية. بالتأكيد هذه الرياضة اللي أخذت الزخم والاهتمام الإعلامي وكذلك على مستوى اتحاد كرة القدم الكويتي وتسليط الأضواء عليها والاهتمام فيها من خلال الإعداد والاستعداد لجميع المحافل والمشاركات سواء كانت محلية أو خارجية، واللي بالتأكيد من خلالها انعكس على أداء المنتخب وتحقيق العديد من المراكز والإنجازات سواء خليجيا أو حتى عربيا وآسيويا. في هذه الأثناء يسعدني أن يكون معي محلل القناة الثالثة الرياضية الكابتن عيسى فلاح، نتكلم أكثر عن أهم الجولات التي لعبت من خلال كرة القدم الصالات. حياك الله كابتن، سعداء بهذا التواصل معك، والساعة المباركة تكون معي. الله يحييك أخوي عبد العزيز، أمسي عليك على أخواني أخواتي المتابعين لهذا البرنامج. حياك الله كابتن. الله كابتن، بتكلم بداية عن مباراة الكويت والقادسية في كرة قدم الصالات. طبعا احنا وصلنا إلى الآن مرحلة البلاي أوف. نعم. يوم أمس طبعا البلاي أوف يكون من أربع فرق مبارتين. راح تكون مباراة، طبعا احنا لازم نوضح حق المستمعين مرة ثانية المشاهدين. نعم. عفوا. نعم. نظام البطولة السنة ان دور تمهيدي يتأهلون ست فرق من ثمانية. نعم. اللي هم تأهلوا طبعا المركز الأول كاظمة والعربي، هذول وصلوا إلى قبل النهائي. قبل النهائي. نظام المسابقة ان الأول والثاني يوصلون إلى قبل النهائي. نعم. الأول ينتظر مباراة الفائز من المركز الثالث والسادس، اللي هم نادي الكويت حصل على المركز الثالث ونادي القادسية حصل على المركز السادس اللي أقيمت أمس المباراة الأولى بينهم. نعم. وأيضا النادي العربي ينتظر فوز الرابع اللي هو التضامن مع الخامس اليرموك، أيضا أقيمت المباراة يوم أمس. يوم أمس. فهذه طبعا نظام البطولة البلاي أوف ثلاث مباريات تصير ما بين القادسية والكويت وما بين اليرموك والتضامن، ثلاث مباريات. هذه ثلاث مباريات يموت فوزين، اللي يفوز في مباراتين هو يتأهل إلى قبل النهائي. يعني كل فريق يلعب ثلاث مباريات؟ لا، هي ثلاث مباريات. ثلاث مباريات. في حالة فوز الآن الكويت فاز الحين مباراة. فاز المباراة. إذا فاز مباراة ثانية خلاص ما له داعي يلعبون المباراة الثالثة. فهي نعم. يعتبر إذا في حالة فوز فريق وفوز فريق آخر يعتم إلى مباراة فصالة. نعم. أي خلينا نتكلم عن مباراة القادسية. فمباراة الأولى طبعًا مباراة ما بين الكويت والقادسية، طبعًا نقول مبروك نادي الكويت فاز في المباراة الأولى. صحيح. وكانت مباراة جدًا جميلة. نعم. وبالنسبة لإحنا كمتخصصين اللعبة أو كمشاهدين كانت جدًا مباراة جميلة. ممتاز. ونتيجتها توضح لك المباراة كانت مو سهلة، كانت صعبة النتيجة. نعم. كانت 3-2. ويستحق كان فيها أمانة النادي الكويت إنه يفوز في هذه المباراة. نعم. لأنه كان أجهز من نادي القادسية في هذه المباراة. نعم. نعم. بما أن الكويت الآن لا أفضلية كابتن بأنه حقق الفوز الأول على نادي القادسية، فأمامه على حسب ما فهمت من شرح الكابتن باجيل التضامن واليرموك. إذا حقق فوز لا واحد لا إحنا ما الكويت إذا في حالة فوز المباراة القادمة على القادسية راح يلتقي مع الكاظمة. مع كاظمة. إيه؟ الثاني من خلال الأول. إيه؟ الثاني العربي. إيه يصير يعني كان يعني العربي والكويت وصلوا قبل النهائي. قبل النهائي. منتظرين يعني كأن إحنا بكوارتر فاينل. كوارتر فاينل. إيه نعم. حلو. فالحين بما أن أصبح له الأفضلية والأولوية من خلال تحقيق الأول أو تحقيق الفوز على نادي القادسية، هل ممكن نادي القادسية أن يتدارك أخطائه فيما باقي المباريات القادمة؟ اكيد يعني اكيد اخوي عبد العزيز يعني هذه المباراه الثانيه زين اعطاهم ادفانتج حق نادي القادسيه. نعم. يعني نادي القادسيه راح يدش تحت ضغط في المباراه القادمه، اكيد راح يكون راح يعالج اخطاء اللي وقع فيها في المباراه الاولى. صحيح. فبالتالي اكيد لا افضل يعني مثل ما قلت يعني نظام البطوله اعطت ادفانتج حق نادي القادسيه انك لك مجال انك ترجع حق يعني حق البطوله مره ثانيه او حق انك تصل قبل النهايه. يعني حتى نشوف اخوي عبد العزيز حتى النتائج ما تاخذ يعني لو فرض انت الحين لو فرضنا ان انت فزت مثلا في المباراه الاولى نتيجه 3-2، لو المباراة الثانية لو يفوز القادسية 6 أو 7-0 ما يأخذون فارق الأهداف. فارق الأهداف. بس فارق النتيجة. النتيجة. نعم. وأعتقد. وعفواً يعني لو حتى المباراة القادمة صار فيه تعادل. نعم. ما في شيء اسمه تعادل. يتجهون إلى الركلات الترجيحية. ركلات الترجيح. أيضاً ينتظرون ركلات الترجيح. ما في شيء اسمه تعادل. من كم ضربة كابتن ركلات؟ من 5-5 ركلات ترجيحية وبعدين تستمر. أعتقد حتى نظام البطولة يخلي نوع من التشويق. يعطيك تشويق. يعطيك تشويق. على مستوى اللعبة. خلينا نتكلم عن الكويت كابتن، رغم انه حقق الفوز
ولكن كان هناك العديد من الأخطاء بالنسبة على المستوى التكتيكي على مستوى اللاعبين. هل ممكن نشوف تدارك الأخطاء كذلك في المباراة القادمة بالنسبة لنادي الكويت؟ إيه نعم، لا طبعا الكويت كان يعني أمس يعني إحنا لما بتقارن فريق نادي الكويت مع بالدور التمهيدي في فارق كبير. نعم. يعني إحنا كنت نتكلم لك في السابق يعني لما تشوف الجدول الترتيب في الدوري التمهيدي كان أضعف خط هو خط نادي الكويت دفاعيا يعني دفاعي. 66 هدف. نعم. فبالتالي هو الآن لما يأتي مباراة أمس تدارك أخطاء في الدور التمهيدي وهو حصل على المبتقى هو الفوز. نعم. صدق هو دخل في مرمى هدفين ولكن هو المبتقى ماله انه اخذ الفوز. أخذ اكيد الفوز. المدرب راح يصحح الاخطاء اللي وقع فيها اللي هو دائما احنا نعالج الاخطاء الاهداف اللي تسجلت عليه. صحيح. فالاهداف اللي تسجلت عليه يعني من كذا يعني من الخروج من الضغط مثلا في شغلات يعني هي طبعا فنيه هو يعرفها المدرب مدرب نعم. نادي الكويت هو يقدر يعالجها يعني. نعم. خلينا نروح كذلك عن المباراه الثانيه في لعبة البلاي أوف في كرة قدم الصالات، عندنا تضامن واليرموك، شلون تشوف استعدادات الفريقين لهذا اللقاء؟ والله شوف يعني التضامن أنا إحنا نعتبره الموسم غير، التضامن نعتبره أنا أعتبره الحصان الأسود للبطولة هذه الأمان يعني. نعم. فاجأنا في المستوى اللي قاعد يقدمه ويستحق إنه يكون من ضمن التوب 6 يعني. نعم. وصل يعني حتى وصل مو مركز وصل وكان قاعد ينافس على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث. وأصبح طبعا ترتيبه المركز الرابع. نعم. يعني شفنا أمس يعني مباراة مع نادي اليرموك على فكرة ترى هو فاز على اليرموك ذهاب وإياب في الدوري التمهيدي. في الدوري التمهيدي. يعني ونتائج يعني نتائج عالية يعني ولكن تدري لما تدش أنت بالأوف كل شيء يتغير يعني. صحيح. كنظام خروج المقلوب ولكن إحنا أمس يعني أمانة شفنا سيناريوين. السيناريو الأول كان الشوط الأول يرمو كان أفضل. نعم. كان متحكم وتسيد بالمباراة يعني انتهت حتى الشوط الأول انتهى لصالح نادي اليرموك 1-0. نعم. ما أعطى مجال ما أعطى أي فرصة حتى يمكن أنا كنت موجود في التحليل يوم أمس. نعم. في المباراة عملت إحصائية بالشوط الأول تسديدات على المرمى يعني 4 تسديدات فقط لنادي التضامن على المرمى منهم 2 بس على المرمى يعني هذا بين ان قوه التنظيم الدفاعي كان عنده نادي شو اللي تغير شو اللي حصل النتيجه اصبحت 4-2. الشوط الثاني اللي تغير هو طرد لاعب نادي اليرموك الكابتن حمد حيات انطرد. نعم. هني تاثر الفريق لان انت تدري في حاله الطرد الفريق لا يلعب منقص العدد 3-4 يعني يسمونه احنا بالباور بلاي. نعم. فتخيل ان القوه الدفاعيه أجهدت خلال الدقيقتين تدري أنت دقيقتين فعلي يعني يلعبون يدافعون هالمدافعين اللي كانوا بالشوط الأول فصار عندهم إجهاد يعني فقدوا يعني قوتهم خصوصا خلال الدقيقتين يعني ضغط عليهم خلال دقيقتين ما استطاع أن التضامن يسجل عليهم في أثناء دخول اللاعب الرابع يا طبعا يا التعادل لنادي التضامن وبعدها هني تقريبا مثل ما تقول الإجهاد البدني وقلة التركيز صار عند لاعبين اليرموك هني أعطى أدفانتج لنادي التضامن إن حيويتهم نشاطهم أيضا محترفينهم كان لهم دور كبير. نعم. في الخروج من المباراة بالفوز. على حسب خبرتي البسيطة كابتن أعرف أن نادي اليرموك في لعبة كرة قدم صالات جدا متقدم. نعم. وجدا متطور ولكن على حسب كلامك وتحليلك لمباراة يوم أمس وين كان دور المدرب في تحليله أو توزيعه أو قراءته خصوصاً بعد الطرد؟ سؤال جيد هذا أخوي عبد العزيز. طبعاً هو يقولك المدرب دائماً هو اللي يوقف مدرب قراءة مباراة. يعني صحيح. يعني أنا المدرب البرتغالي أمس مدرب التضامن قرأ الشوط الأول استطاع أن شنو يدارك أخطائه بشكل. نعم. ولكن أمانة يعني السيد فونسيكا يعني أتوقع أنه ما في عنده دكة احتياط ما عنده دكة مثل نادي التضامن. اللي أعطى الأدفانتج حق نادي التضامن الفوز دكته كانت موجودة وكانوا أكثر حيوية وأكثر نشاط. نعم. ممكن أنا أقول ممكن هناك عامل السن يعني أنا حسب يعني وجهة نظري عامل السن أيضا يأثر أخوي عبد العزيز. نعم. يعني لما يلاعب يعني بحيويته عمره 21 سنة 22 سنة ما شاء الله يعني أنا الله يتبارك ويعطيهم الصحة والعافية عندك لاعبين مميزين بالنادي التضامن عندك محمد العجمي كان أمس نجم المباراة يعني كان له دور كبير مع أنه لاعب مواطن. نعم. وكأنه محترف عبد العزيز براشد عمره يمكن 20 سنة يعني لما هذول الثاني يعني يلعبون مع لاعبين عمارهم
33 34 سنه ما يقدر يقاوم اللاعب الكبير، ما يقدر يقاوم هؤلاء اللاعبين يعني إيه. فهذا يعني هذه الاشياء ما كان عنده دكه، والدليل انا قلت لك واثناء لما لعب 3 اجينست 4 بالناحيه الدفاعيه اجد اللاعبين اللي كان يعتمد عليهم بالشوط الاول. نعم. ما كان يمكن ما كان عنده تخوف من اللاعبين الثانيين، عرفت شلون؟ فبالتالي هذا اللي ادى الى خساره نادي اليوم. هذا حسب وجهه نظري. نعم. خلينا نتكلم عن الان ايش اللي يقدر يسويه مدرب نادي يرموك، لاعبين نادي يرموك علشان يتدارك اخطاء في المباراه القادمه، لان بالتاكيد راح تكون مصيريه بالنسبه لنادي يرموك. طبعا هنا لازم يكون دور ما كان، لان احنا عندنا المحترفين ما يعني ما كانوا نفس محترف التضامن، كان فاقوا محترفين الادوار. هنا ليش يعني محترفين؟ لان لهم دور كبير. هنا المحترفين امانه يعني ايغور ما كان بيومه، يعني ايغور يعتبر من المحترفين المميزين في الدور الكويتي، ما كان بيومه امس يعني، عرفت شلون؟ وخافي لاعب مجهود. نعم. فلما يكون هني اثنين بيومهم ضد واحد. يعني صعب انك تتغلب عليهم. هذه نقطه لازم شوي يكون اكثر عندهم جديه في المباراه القادمه، يعني خلاص هم الحين في مرحله خطر، يعني راح يدشون تحت ضغط. وايضا لازم يهيئ على الاقل يعطي فرصه، يعني فونسيكا خلاص يعني ما عندك شيء انت يعني تخسر. لازم انت ايضا تعتمد على بقيه اللاعبين المتواجدين، لا تعتمد على ثلاث او اربع لاعبين فقط في هذه المباراه، بما ان هذا مجهود يعني. نعم. بما ان كلمت كابتن عن المحترفين، شو تشوف اداء المحترفين خصوصا اذا ما تكلمنا على السته الكبار في كره قدم الصالات؟ طبعا ما شاء الله عند يعني احنا عندنا محترفين جدا متميزين يعني. نعم. عندك انت مثلا بنادي الكويت عندك فرانكلين، يعني يعتبر من افضل المحترفين بالاضافه لاستنغاري الايطالي، هذول المحترفين على مستوى عالي، كان لهم دور كبير امس ايضا. نعم. في فوز فريقهم على نادي القادسيه. نعم. ايضا عندك هناك في محترفين، عندك نادي كاظم جدا جدا عندهم ذات مستوى عالي، نادي اللي وصلوا كلهم محترفين جدا ممتازين، اللي راح يكون لهم دور في تاهل فرقهم الى المرحله القادمه. بالتاكيد تحقيق نادي التضامن لهذا الفوز على نادي اليرموك، مبارك لهم تحقيقهم الفوز، ولا هي غريبه يعني، ولكن الغريب انه يخسر نادي اليرموك. ولكن من بعد تحقيق التضامن لهذا الفوز اكيد يا كابتن الان الطموح صار اكبر بان ادش المباراه القادمه كذلك احاول اني احقق فوز، اخذ نقاط والعب على المراكز المتقدمه مع كاظم والعربي. ايش اللي راح يعمله مدرب نادي التضامن، لاعبين نادي التضامن فيما يخص المباراه القادمه؟ اكيد يعني اكيد هو اكيد الحين عندك مجال الان، المباراه القادمه يوم الجمعه، يعني عندك الحين خلال يمكن مع اليوم ثلاث ايام يقدر المدرب يهيئ فريقه الان. نعم. يهيئ فريقه مثل ما تقول مو فنيا كثر ما يهيئ فريقه نفسيا وذهنيا. نعم. لهذه المباراه، يعني هذه المباراه تحتاج الى يعني تاهيل ذهني اكثر ما يكون فني، يعني. نعم. الفني عادي يعني تقدر انت تطبقه في اي وقت من وقت المباراه ما يبي لها. نعم. شيء، ولكن. نعم. هو شلون تهيئ لاعبينك ذهنيا حق هذه المباراه، يعني انت يعني ممكن شفنا امس يعني مباراه الكويت والقادسيه كان ذهنيا لاعبين نادي الكويت كانوا بالمباراه حاضرين بالمباراه حاضرين. نفس الشيء الشوط الاول كان اليرموك كانوا يعني ذهنه عنده رقبه بالفوز، ولكن. نعم. الاحداث اللي حصلت بالشوط الثاني اثرت عليه، فبالتالي هنا اكيد مدرب عارف شلون يتعامل مع لاعبينه نفسيا وذهنيا حق هذه المباريات. ايضا العامل الريكفرنج الاستشفاء هذا مهم جدا. نعم. جدا. نعم. للاعبين للمباراه. نعم. القادمه. من وجهه نظر الكابتن عيسى فلاح بشكل سريع، بعد ما شفنا مباريات الامس ونوعا ما فيها مفاجآت، شو اللي تتوقع خلال الجولات القادمه؟ لا صعبه راح تكون مباراتين، ما راح تكون يعني نتائجها ما كانت يعني في جاب كبير، يعني المستوى متقارب جدا ما بين تضامن اليرموك وما بين والله يا اخوي عبد الله اقول لك صعب يعني اتوقع انا. نعم. صعبة. كل الشكر للكابتن عيسى فلاح محلل قناه ثالثه رياضيه في كره قدم الصالات، الشكر لك يا كابتن. حبيبي شكرا لك، شرفني في تواجدك معك في هذا الاستوديو. حبيبي شكرا لك وعلى القائمين على هذا البرنامج. شكرا لك يا كابتن. شكرا لك. الشكر لكم موصول مشاهدينا على طيب وحسن المتابعه، كان هذا كل شيء معاكم من خلال فقرات استديو الرياضه. نلقاكم ان شاء الله في يوم غد ومع اخر الاخبار الرياضيه في مختلف الاصعده محليه خليجيه عربيه قاريه وكذلك عالميه. الى ذلك الحين طبتم والى اللقاء.